شوف بالنسبه للمقابله حنا راه كنا كنتوقعوها باسكو تشيرا يل روفيان دون فيكتوار ان سكور فلوف على سلا 6-1 ولا 6-0 دونك اون ايكيب لي اون كونفيونس اون ايكيب لي عندها بوكو دو كاليتي بصراحه اون دي ميور ايكيب اللي كاينه في لا دي دو كيلعبوا كره عندهم دي جون عندهم بيتري دو كاليتي ولكن الحمد لله حنا اليوم الوليدات دخلنا عازمين كنا بريزون و اون انتامي ستادير ان تري بون ماتش سور تو لي بلون ولكن مالوغوزمون تشيرا راه قلت لك اليوم ما جاوش لعبوا الكره لعبوا ان 5-4 بوندون طول الماتش لعبوا بان بلوك با ما خلوناش لي زيسباس ولكن انا بالنسبه ليا التعادل ان بوان راه تري امبورطون باسكو غادي يخلينا ديجا اون فا ايسيي دو نيغوسيي مونتالمون بوزيتيفمون لو ماتش ديال الخميسات باسكو سي ان ماتش ا 6 بوان و جو فيليسيت مي جوار باسكو كيما قلت لك التعادل مع تشيرا راه سي با دوني ا طول الموند دونك سي اون ايكيب لي تري تري كومبليكي والوليدات اليوم بينوا بان ما كاينش فرق ما بين لي كلاسين دوزيام تخوازيام و اون ايكيب لي هي دوزيام اونزيام دونك نطلبوا الله ان شاء الله الرحمن الرحيم نبقاو في هاد لا بريستاسيون ونكونوا ان شاء الله في لو ماتش ديال الخميسات نكونوا بريزون ونكونوا مونتالمون ستادير نكونوا مونتالمون بريزون باش نحاولوا نجيبوا اون فيكتوار من الخميسات. بالنسبه للمقابله ديال اليوم عرفنا تكون صعيبه، كانت واحد القراءه اوليه للفريق الخصم، عرفنا ان فريق الخصم فريق قوي، هذا ما كيعنيش الترتيب ديالو ما كيعنيش انه فريق اللي يمكن كيستاهل ذاك الترتيب، نظرا للترسانة البشري اللي عندهم، لان اللاعبين كلهم مخضرمين، لاعبين عندهم تجربه كبيره بزاف، سواء في القسم الوطني الاول ولا القسم الوطني الثاني، وسيرتو في لي كونديسيون اللي لاعبين الملعب والخصم اللي قوي، وايضا يعني الحساسيه ديال المقابله لان كل فريق غيبغي يبدا المرحله ديال الاياب بنتيجه ايجابيه. حنا ما نكذبش عليك، حنا جينا باش نديو 3 بوان مالغري كل شيء هاد لي كونديسيون، لانه عرفنا انه عندنا لي كاليتي باش نديو 3 بوان، ولا ما ديناش 3 بوان على الاقل على الاقل واحد النقطه اللي كنا كنستحقوا اكثر، لان شفنا لي زوكازيون اللي كانوا ضاعوا كانوا الفريق ديالنا، يمكن كبر عدد كبير ديال لي زوكازيون، ما كانتش النجاعه، ما كانتش ليفيكاسيتي، وما استطعناش ان نسجلوا، والحمد لله كانت حنا كنا غادي مسيرين المقابله بالطريقه اللي بغينا، مسيرينها بالطريقه اللي بغينا، وغادي في الميم ليسونس حتى لنهايه المقابله، وحتى المحاولات اللي كنا حقناهم اللي كنا كرينا لي زوكازيون كانوا مبنيين على هجمات مضاده، وكانت اولا يعني لي زاتاك رابيد، وصلنا ولكن كيف ما كان الحال نتيجه ايجابيه في هذه الكونديسيون مع فريق مخضرم وفي لي كونديسيون فاش كاين في اسفل الترتيب، كنظن ان نتيجه ايجابيه بزاف، واخا حنا كنشوفوا ان والكل كيشوف ان لا فيكتوار كان قريب ليها اولمبيك تشيرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.